السؤال التاني بارك الله فيك، بالنسبة بسيط. لموضوع النقوط، أنا مثلا ممكن أنقط في فرح مثلا بمبلغ مثلا 100 جنيه، وفي بعض فترة مثلا الأسعار بتغلى والدولار بيرتفع وكده، هل أنا ملزم إن أنا أرد مثلا بسعر أعلى مثلا، ولا بنفس السعر أرد، ولا إيه؟ مش عارف، فاهم؟ والله هي مش ديون قاطعة يعني، أشياء تقريبية. تمام، تقريبية، حاجة تقريبية يعني. أيوة.